عالم السيارات كبير، وقد ما تفكر انه شفت كل اشي بيضل في موديلات اول مرة بتسمع عنها، مع انها كانت اساطير بوقتها. في هذا الفيديو جمعت لكم 10 سيارات من التسعينات ما سمعنا عنها من قبل. وقبل لا تبدأ لا تنسى الاشتراك عشان ما يفوتك الفيديو القادم. AMG SL73 تعتبر واحدة من سيارات مرسيدس النادرة فعليا، وفي منها 85 نسخة بالعالم فقط. تم طرح أول نسخة منها في عام 1995 بمحرك V12 سعته 6000 سي سي وقوة 525 حصان، بس سنة 98 عدلوه وصارت سعته 7300 سي سي بقوة 600 حصان، وسموا هاي النسخة الجديدة الـ SL73. السيارة قادرة للوصول للمية خلال 4 ثواني ونص، وسرعتها القصوى بتوصل ل 250 كيلومتر في الساعة. ويعتبر هذا المحرك أكبر محرك يتركب على سيارة مرسيدس ليومنا هذا، وبسبب قوته اختارته شركة باجاني لتستخدم بسيارتها الخارقة الزوندا. بيعت نسخة من السيارة سنة 2015 بسعر 131 ألف دولار. جاكوار XJR15 هاي كمان قطعة نادرة، تم تصنيع 53 نسخة منها فقط، طبعا كانت بالشراكة ما بين جاكوار و TWR. تمتلك السيارة محرك 8 سلندر 6000 سي سي وقوته 450 حصان، تبلغ سرعة السيارة القصوى 298 كيلومتر في الساعة، وتنطلق من 0 ل 100 خلال 3.9 ثواني. ظهرت السيارة كمان في سلسلة السباقات اللي هو اسمها جاكوار انتركونتيننتال تشالنج، وكانت هاي السيارة أول سيارة طريق مصنعة من ألياف الكربون بالكامل. سعرها التقريبي حاليا هو 960 ألف دولار. زيتا مورودر V16 بني أول نموذج من هاي السيارة عام 1988 من قبل مارسيلو جارديني اللي كان يشتغل سابقا في لامبورغيني. وإذا كنت بتفكر إنه بوغاتي هي اللي عندها بس محرك 16 سلندر، فبحب أقولك إنه هاي السيارة امتلكت نفس المحرك اللي هو 16 سلندر من قبل بكتير، ولكن الفرق إنه هذا كان سعته 6000 سي سي. طبعا هذا الاشي خلى هاي السيارة واحدة من أضخم المحركات في وقتها، بس إذا بتفكر كمان إنه حجم المحرك هو كل اشي، فرح تغير رأيك لما تعرف إنه كل هالمحرك بهالضخامة هاي بيعمل 450 حصان فقط. بتتسارع السيارة من 0 ل 100 خلال 4 ثواني ونص، وسرعتها القصوى هي 328 كيلومتر في الساعة. هلأ خلينا ما ننسى إنه هذا الحكي بال 88. بيعت أول نسخة بسعر 400 ألف دولار، لكن بصعوبة، ولأنه الشركة ما كان عندها تاريخ بموضوع السباقات ما تم إنتاجها بعد ذلك. لوتوس إليس GT1 انصنع نسخة واحدة من هاي السيارة عام 1997، هذا كان بسبب انه السيارات اللي لازم تدخل بالسباق لازم يكون في منها سيارة نسخة شارع، فصنعوا منها نسخة واحدة. كان مقرر استخدام محرك V8 بسعة 3500 سي سي، لكن بعد التجارب فشل المحرك انه يجيب النتيجة مطلوبة، لكن وقتها بدلوه في محرك شيفرولي LT5 بسعة 6000 سي سي، كان يولد قوة 608 حصان، وهالإشي خلى السيارة تتسارع من 0 ل 100 خلال 3.2 ثواني، مع سرعة قصوى بتوصل ل 378 كيلومتر في الساعة، ولكن برضو السيارة فشلت فشل كبير بالسباقات قدام العمالقة مثل بورش مرسيدس، وكان أعظم نجاح لها هو المركز الخامس. بعد فترة برضو أعطوها محرك جديد اللي هو V10 من GT2 فايبر للمشاركة في سباقات الفيا GT سنة 98، ومع هيك فشلت السيارة مرة تانية وفشل المشروع، والشركة احتفظت بالسيارة ولم يتم إنتاجها بشكل تجاري أبدا. ماركوس LM600 هاي السيارة كان إلها كتير إصدارات سباق، لكن تم بناء 30 سيارة فقط للشارع، وكان من بينهم وحدة الM600. طبعا هذا حكي عام 1995. هاي السيارة شاركت برضو بالعديد من السباقات بفضل محركها V8 سعته 6130 سي سي وقوته 530 حصان، وبتسارع من 0 ل 100 خلال 4 ثواني. طبعا هاي السيارة ما تم بيعها تجاريا بشكل كبير، وظلت يعني محدودة جدا لحد ما تم بيع واحدة من الإصدارات أخيرا حد جميع السيارات النادرة. Venturi 400 GT تم تصنيع 15 سيارة طريق و73 سيارة سباق من هاي السيارة، اللي تعتبر لليوم واحدة من أقوى السيارات الفرنسية، وتعتبر أول سيارة بالعالم تمتلك مكابح كربونية قياسية أي على جميع النسخ. كانت نسخة الفينتوري 400 GT هي نسخة الطريق اللي أنتجت عام 1994. تم تزويد هاي النسخة بمحرك V6
توين تيربو بسعة 3000 سي سي، قوته 408 حصان، بتتسارع من 0 ل 100 خلال 4 ثواني فاصلة 1، وسرعة قصوى بتوصل ل 290 كيلومتر في الساعة. وصل سعر النسخة ل 170,000 دولار. تي في ار سيربيرا سبيد 12. السيارة هاي البطل في لعبة فورزا، واللي أنا شخصيا بفضل ألعبها عن باقي السيارات. تم تصميم هاي السيارة عام 1997 لتكون أسرع سيارة طريق بالعالم، لكن السبب الرئيسي فعليا كانت أنه تنافس في سباقات الجي تي 1 من ألفيا جي تي موتور سبورت. تمتلك هاي السيارة محرك في 12 سعته 7700 سي سي، وحكوا أنه قوة السيارة بتوصل للألف حصان، لكن هذا الإشي لم يتم اختباره فعليا، ولكن سيارة بتتسارع من 0 ل 100 خلال 3 ثواني فاصلة 5. عام 2000 قررت الشركة أن ترجع تصنع السيارة للطرق، لكن بعد ما تم تجريبها منيح حكوا انه لا مش مناسبة للطرق، وتم الغاء جميع الطلبات وتوقف تصنيع السيارة ابدا. بعام 2003 باعت الشركة السيارة بسوق محلي، والمالك الحالي انشأ موقع لحتى يخلي الناس تتعرف اكتر على هاي السيارة الخارقة. يقدر سعر السيارة حاليا ب 245,000 دولار. كوينغ سي 62. تم تصنيع هاي السيارة عام 1991 من خلال تعديل سيارة بورش 962 لسيارة طريق، وكانت هاي السيارة أول سيارة من هذا النوع اللي كانت بتمشي على الشارع بشكل قانوني. تمتلك هاي السيارة محرك 6 سلندر توين تيربو بسعة 3600 سي سي وقوة 800 حصان، وتتسارع على 100 خلال 3 ثواني فاصلة 3، مع ناقل حركة 5 سرعات يدوي. وسعر السيارة حالي إذا لقيتها 125,000 دولار. جاكوار اكس جي 220 اس تي دبليو ار. تم بناء 9 نسخ فقط من هاي السيارة من عام 1992 لل 94، وتعتبر من اشهر السيارات واسرعها في منتصف التسعينات. تمتلك محرك في 6 توين تيربو بسعة 3500 سي سي وقوة 680 حصان، تتسارع على 100 خلال 3 ثواني فاصلة 3، ومزودة بناقل حركة 5 سرعات يدوي، وسرعتها القصوى كانت توصل لل 368 كيلومتر في الساعة، وكانت وقتها اسرع سيارة بالعالم حتى انها دخلت ارقام جينيس في السرعة. السيارة نادرة، وإذا لقيتها فسعر الحالي بيوصل لربع مليون دولار. فيكتور دبليو 8. تعتبر هاي السيارة أول سيارة أمريكية خارقة تمكنت أنها تسحق فيراري ولامبورغيني بأوائل التسعينات، وتم الإعلان عن أنها أسرع سيارة أمريكية بالعالم عام 1992 عن طريق رود أند تراك. تمتلك هاي السيارة محرك في 8 توين تيربو بسعة 6000 سي سي وقوة 625 حصان، وبتسارع على 100 خلال 4.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 350 كيلومتر في الساعة. وإذا عجبتك السيارة فبدك تقريبا 800,000 دولار عشان تشتريها، طبعا هذا إذا حالفك الحظ ولقيتها بالأساس. وهي كانت 10 سيارات أسطورية من التسعينات. شاركنا رأيك بالتعليقات، وشو في سيارات حابين نحكي عنها في الفيديو القادم، ولا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد.